بونجور مي بون زيليف كومون تاليفو، يا رب تكونوا بألف مليون خير. نكمل الدرس زي ما وقفنا عند ليسبور، لما بتاخد فيرب فير بيجي وراها الديو الدولا. نفتكر مع بعض انه افعال الحب والكراهية دايما تاخد لو لا لي. يعني ايه؟ يعني لما نيجي نكتب الرياضات مع افعال الحب والكراهية، ايمي ادوغي، ما فيش مشكلة نكتبها ادوغي، ديتستي، وعندنا براتيكي، هعدلها لك حاضر، وادي بريفيري. اول ما بشوف دول يا محترمين يبقى انا بغير، بختار ايه؟ ادي ايمي تعدلت اهي، تماما. بيجي وراهم ايه؟ قلنا هيجي لو او اللا او ال ابوستروف او اللي. افعال الحب والكراهية والممارسة تاخد لو لا لي، وده معلومة مهمة جدا. طيب جوي بياخد او الا ال ابوستروف اي اكس، وفيغ بياخد الدي والدولا. ايمي ادوغي ديتستي براتيكي بريفيري، هياخد لو لا لي. طيب ممكن الاقي، ممكن هتلاقي غالبا في كتاب المعاصر او ميرسي بيجيب لك مره لونسي، يبقى لونسي لو بالون، يباصي الكره عشان ما تغلطوش يعني، او باسي لو بالون، جه وراها لولا ليه. وفي اترابي، فاكرين؟ طيب نيجي بعد كده في الرياضات اللي هتاخد لو لا ليه، نقراهم كده مع بعض. لو تينيس، لو تينيس دو تابل، لو باسكت بول، لو فولي بول، لو بادمنتون، لو اوند بال او اوند بول، مهم عشان ما بتاخدش الا ابوستروف، لو ريجبي، لو سكي، لو تير الارك، رمي بالسهم او القوس، لو بينج بونج، لو جوجينج، لو فول ليبر، الطيران الحر مهمه، لو يوجا مهمه، لو غافتينج، ناخد بالنا، الفي تي تي رياضه اكستريم عنيفه، لو كاراتيه الكاراتيه، كانيونين هبوط وركوب الشلالات او صعود الشلالات، الكيت سيرف مهمه جدا، ركوب الامواج، سكي التزحلق على الجليد، كيت سيرف ركوب الامواج، كاياك رياضه التجديف برضو، باتان اجلاس، ناخد بالنا من ما بتتغيرش، بنقع فيها احيانا في الحل فيما بعد. انا كده كده عامل لكم الفيديوهات بتاعه كتاب البوكليتات، اكتر من 11000 سؤال و800، تخيل 11800 سؤال، يعني هل تتخيل يعني او تتخيل ممكن يجي سؤال بره دول؟ بفضل الله ما افتكرش، زي ما حصلش في السنين اللي فاتت من فضل الله يعني. بعد كده لو اوكي اللي هي الهوكي، اوكي سور جلاس اللي هو الهوكي الجليد، تزحلق على الجليد يعني، لو جولف لعبة الهوكي على الجليد، جولف الجولف، جودو الجودو، سيكليسم والفيلو ركوب الدراجات، الاثنين بيدوني نفس المعنى، الباتيناج، لا بوكس، لا ليت المصارعة، لا بيتونك الكرة الحديدية، بنعوز معاها دايما بول كرة حديدية، يعني بول، بالون دي كرة كبيرة، بل كرة صغيرة، لا ناتاسيون السباحة، لا بلونش افوال تزلج الشراعي، غوندوني الجولة او الرحلة الطويلة، لا مارش المشي، وفرق ما بينها وما بين لو مارشي، لو مارشي يعني السوق. طيب بعد كده لا جيمناستيك الجمباز او الرياضات البدنيه، لا كورس ابيي الجري، لا فوال المركب الشراعي، لا شاس الصيد، لا لوج التزحلق جالسا وانت قاعد يعني، لا بلونجي الغطس، لكيتاسيون الفروسيه، لاسكالاد تسلق الجبال، لاسكريم المبارزه. طيب الاسكالاد لو قلنا تسلق الجبال ده محتاج له ايه؟ التسلق محتاجين حاجه اسمها كورد، وجايب لك برضو فيديو كامل عن الحته دي. مش مشكلة ان احنا نجري، المشكلة ان انا الجزء الصغير اللي انا بدرسه لازم اكون فاهمه، لان انا ما عنديش استعداد ان انت او انت تنقصه درجة واحدة في الفرنسي خالص. ملاحظات اللي فاتت ايه بقى؟ بيقول لي ملاحظات هامة، الالعاب الرياضية، الالعاب الرياضية مع ايمي ادوغي بديتستي بغيفيغي بغاتيكي تاخد لولا ليه. افعال الحب والكراهية دايما الاقي بعدها لولا ليه، وبعد كده الرياضة. جيم لو فوتبول، مونامي بريفير لا بوكس، جو براتيك لو تنس، شارلوت براتيك لو سيكليسم. بعد كده مع فيرب جوي
لا ناخد او الا الا ابوستروف اي اكس. جو جو او فوتبول. رانيا جو على ناتاسيون، مفيش مشكله. طيب لكن مع فيرب فيغ بناخد الديو والدولار. حلو كده. طب ايه قصه الدو دي؟ ما هي الدو دي شكلها بيبقى كده بتتغير. جو في دو فوتبول دو لا لوت دو ليكيتاسيون الى اخره. بيقول لي عشان تسال صاحبك ايه اللعبه اللي بيمارسها، هقول له كيل سبور براتيك تو او في تو. موا جو براتيك لو كاراتيه، لانه براتيكي هيجي وراه لو لالي، او جو في دو كاراتيه. كيل سبور بريفير تو، اللي بتفضله من الرياضات؟ جو بريفير لو كاراتيه. كيل اي تون سبور بريفيري؟ خد بالك بريفيري بقت بالشكل ده عشان سبور مذكر، لكن لو كانت كلمه مؤنثه هلاقي بريفيري واخده او زياده، اي بالانجلش زياده. يعني ايه؟ يعني مثلا اقول لك فريقك المفضل يبقى ايكيب. ايكيب طب معروفه ان هي مؤنث، يبقى بريفيري تبقى كده اهو، زودنا حرف الاي عشان الكلمه اللي قبلها مؤنث. جميل قوي. بعد كده كيل سبور فيتو مكرره. Quel est ton sport aimé ou préféré? J'aime ou je préfère كاس. هسيب لك وقت توقف الفيديو فيه وتبص على شكل السؤال هنا. بقول لك مره اختار في النقط جوي وصرفها او فيغ وصرفها. مش فاهمين يا مسيو؟ يعني بتبص لي يا سيدي على النقط هنا، بعد النقط فيه ايه؟ فيه الدي، يبقى الدي يبقى انا هختار فيغ فيغ، وتصرفها مع ميكو بان فيغ هتبقى فون. سامع واحدة بتقول أو واحد بيقول طب ما تصرف لنا فيغ بفيغ، أنت جيت في جمل يعني؟ حاضر. جو في تو في إيل والإل والأون هتبقى في. نو فيزون فو فيت إيل أفيك إس وإل أفيك إس بتبقى فون. طيب من باب الامان احنا عندنا فيرب فيغ بياخد اكسون سيركونفليكس. سيركونفليكس يعني تتكتب بالشكل ده بس، ده تصريف فيرب فيغ. وتبص لي بعد النقط وتكمل، مساله بسيطه يعني. الثانيه هتبقى جوي، نفس الكلام في السؤال الثاني. لو فيه اي استفسار ابعت لي وهيترد عليك دايركت ان شاء الله على طول غير تاخير. ده السؤال الثالث، اختار او الا اي اكس. السؤال الرابع اختار الدو والدولا والدو الا بوستروف او الاو الا حسب الفيرب اللي عندي. لا نكمل بقى بالانتروجاسيون المره الجايه ان شاء الله. ده بالنسبه لنا كده خلص درس الرياضات. ناخد بالنا من جوي بياخد او الا، جوي هياخد او الا، فيغ هياخد الدو والدولا، افعال الحب والكراهيه هتاخد لو لا ليه. ربنا يوفقكم ونركز كويس في الملاحظات اللي بقولها لك كل مره ومره، وان شاء الله هتقفل الفرنسيه. قول ان شاء الله وقول ان شاء الله. اوغفور.